عن الأصبغ بن نباتة قال: أقبل رجل من حضرموت فأسلم على يدي علي رضي الله تعالى عنه، فقال له علي: أتعرف الأحقاف؟ قال له الرجل: كأنك تسأل عن قبر هود. قال: نعم. قال: خرجت وأنا في عنفوان شبيبتي في غلمة من الحي، ونحن نريد أن نأتي قبره لبعد صوته كان فينا وكثرة من يذكره منا، فسرنا في بلاد الأحقاف أياما ومعنا رجل قد عرف الموضع، فانتهينا إلى كثيب أحمر فيه كهوف كثيرة، فمضى بنا الرجل إلى كهف منها، فدخلناه فأمعنا فيه طويلا، فانتهينا إلى حجرين قد أطبق أحدهما دون الآخر، وفيه خلل يدخل منه الرجل النحيف، فدخلته فرأيت رجلا على سرير شديدا الأدمة طويل الوجه كث اللحية قد يبس على سريره، فإذا مسست شيئا من جسده أصبته صليبا لم يتغير، ورأيت عند رأسه كتابا بالعربية مكتوب فيه: أنا هود الذي أسفت على عاد بكفرها، وما كان لأمر الله تعالى من مرد. قال لنا علي رضي الله تعالى عنه: كذلك سمعته من أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.